الكتابة عالم مختلف ومهم، وبيوثق للأحداث والأشخاص والأماكن وكمان للأوطان، وده اللي خلى عمر طاهر يكتب كتير في المساحة دي. فتح عمر مجال كبير للمناقشة حوالين فكرة الكتابة في لقاء مفتوح بمكتبة مصر الجديدة. احنا كل فترة بنعمل هنا لقاء في مكتبة مصر العامة في مصر الجديدة، بيبقى لقاء مفتوح، بتفتح حوار مع الناس في كل حاجة، بتبقى الناس محتاجة تتكلم وتعبر عن حاجات عايزة تقولها، فبتسمع وبتناقش، فبيبقى حوار مفيد للطرفين. الحقيقة هو المفيد انك انت بتتكلم مع ناس محترفة، بتطلع مادة، انت بتتعلم وبتساعد غيرك ان هو يتعلم نفس اللي انت بتدور عليه، بتجاوب على الاسئلة ليها علاقة بالشغل. انا شغلانة مش سهلة، كواليسها كتير وتفاصيلها كتير، فكان مفيد انك تقعد تتكلم مع ناس محترفة وليها فترة وقت في الشغلانة، فتطلع منهم بأفكار وكواليس وأفكار وحلول للمشاكل ممكن تقابلك. يعني كتاب صناعية مصر بيتكلم عن مشاهد من حياة بناة مصر الحديثة، الأشخاص اللي لعبوا دور في رسم تفاصيل في حياتنا على كل المستويات، أكل وشرب ورياضة وتلفزيون وفن وشوكولاتة وكولونيات وكل التفاصيل المالية حياتنا. كان في أشخاص وراهم محتاجين إن احنا نلقي عليهم الضوء ونشوف هم عملوا المشوار بتاعهم ازاي. فكان الكتاب قايم على الفكرة دي، فهو بيتكلم على كميات من الشخصيات اللي رسمة ملامحنا في مصر الحديثة. يعني اتمنى طول الوقت انه يكون اللي الواحد بيقدمه وهو بيكتب او هو بيتكلم في الراديو او هو في ندوة، يكون بيقدم خلاله جملة مفيدة او اي حاجة ما تحسسش الشخص اللي قدامك انه وقته ضاع على الفاضي. ده طموحي. يعني الشباب اللي حضر لقاء النهاردة كان مهتم جدا يسمع عن الصحافة والكتابة من شخص خاض تجارب كتير في الجرايد وأكتر منها وسط الكتب، سواء كتب قراها أو كتبها. أنا بقالي حوالي 3 أو 4 سنين بقرأ لعمر طاهر، دايما يعني اللي شدني ليه أكتر إن هو كتاباته قريبة لنا كشباب، الحاجات مش كلام معقد، كلام بنحسه أكتر من هو كلام كتاباته خلاص. يعني هو بيتكلم كمان على موضوع الوضع الثقافي، لان انا فهمت ان هو ندوة مفهوم عن الوضع الثقافي في مصر، فانا مهتم اشوف وجهة نظره في الموضوع، يعني وازاي هو بيتناقش في الموضوع ده وايه المشكلات اللي ممكن بيطرحها وايه الحلول اللي بيطرحها وايه تعليقاته. اللي شجعني على الوجود النهارده ان انا من وانا في اعدادي وانا بحب جدا اقرا لعمر طاهر، هو بالنسبه لي يعني ايدل في الكتابه. انا بحب اكتب قصص ومقالات، نشرت في حتت كتير زي فرجه، زي المقال، الثقافه الجديده، المصري اليوم وغيره. فعمر طاهر بالنسبه لي يعني كقارئ او كواحده بتعلم منه الكتابه بيعني لي حاجات كتير جدا، وكان نفسي دايما ان انا قابله، بس ما كانش دايما يعني مواعيد مثلا حفلات التوقيع او كده بتتناسب معايا. فلما عرفت ان هو جاي النهارده، يعني انا لسه مخلصه كليه من ما فيش من نص ساعه وجايه جري، لان هي يعني حاجه بالنسبه لي فعلا كبيره يعني ان انا اقابله واتعرف عليه. كتابات عمر طاهر فريده من نوعها الى حد بعيد، صعب جدا انك تلاقي حد بيتكلم ببساطه وفي نفس الوقت بحاجه شبهك جدا. انا بحب الاستاذ عمر طاهر، يعني حد من الكتاب الشاطرين قوي يعني. فيعني اول ما اعرف، يعني انا مش انترستد قوي في الحاجه، في الايفنتس اللي هي يعني عن كده، عن الحاجات الثقافيه او عن الحاجات اللي عن الكتاب او كده، بس انا بحب اقرا الراجل ده، يعني ما يعني انترستد في افكاره شويه، في كتاباته، في الحاجات دي. حضور الشباب للندوات الثقافيه مش بس بيوسع ادراكهم ومعارفهم، لكن كمان بيديهم الفرصه يشوفوا تجارب ناس تانية ويتعلموا منها. لقاء مفتوح مع الكاتب عمر طاهر، كلام في الأدب والكتابة والصحافة والحياة، من صناعية مصر لإذاعة الأغاني لنادي الزمالك لوصفول الصبر. الكتابة الساخرة بتشد عدد كبير جدا من الشباب، وده اللي كان ظاهر النهاردة في حضورهم وأسئلتهم وكلامهم. من مكتبة مصر الجديدة، فريد أدوار، سي تي في.